محمود قول لي يعني اول حاجه انت بتدرب حنين ايه بالظبط من ضمن الخماسي الحديثه؟ بمرن حنين الجري والرمايه. الجري والرمايه، تمام. قول لي شفت فيها ايه من البدايه كده لما جات لك كده وقالت لك كابتن احنا نتمرن مع بعض وكمان يعني على ما اعتقد برضو يعني رياضتين فيهم صعوبه الى حد ما. هي احنا بدانا حنين كانت لسه صغيره من 5 سنين، تمام، فكان الموضوع صعب شويه ان هم يمسكوا الطبانجه ويضربوا بيها فكان عندنا مدرب كابتن عصام رحمه الله برضو بدا يعمل لهم حاجات يعني ستيب باي ستيب كده، يبداوا يشيلوا الطبانجه ازاي ويبداوا هي المفروض المسدس بيبقى ليزر. ليزر بالظبط، صح كده، مش طلقات يعني اللي احنا مش حيه يعني. فبرضه مثالي فيها صعوبه الى حد ما شويه. طبعا هي فيها صعوبه لان احنا كمان بنجري، بيبقى البلس عالي وبنضرب رمايه في تايم معين، فاحنا عايزين نعمل احسن تايم عشان نبدا نخش في وسط المجموعه اللي بتكسب يعني. واول ما شفتها قلت عليها موهوبه. هي حنين من صغرها انا اعرفها طبعا من بقى لي 5 سنين. بس عايز اقول كمان حاجه، ايه يعني احنا كنا اصغر سن في البطوله. البعثه المصريه كانت اصغر سن في الناس اللي موجودين. كان في كم واحده تانية مع حنين او كم حد تاني؟ لا احنا كنا 300 وحاجه لاعب. كنا احنا اصغر سنا؟ كنا احنا اصغر سنا في الناس اللي موجوده كلها، وقدرت حنين تعمل في الكلاسيفيكيشن بتاعها او في التخصص بتاعها تعمل ميداليه ذهب. وعندنا سلمى عصام عملت ميداليه فضه في نفس الكلاسيفيكيشن. وحنين من الناس اللي هي عنيده جدا، لعيبه عنيده، مش بتسيب حاجه كده للصدفه، مش انهزاميه. مش هو هنا التصنيف بيتم ازاي؟ يعني التصنيف هنا بيتم بناء على ايه بالظبط بالنسبه للاعبين؟ هو احنا في البارالمبي بيصنفوا اللعيبه على حسب المشكله اللي عنده. مش عايز اقول عقاقه عشان احنا مش، لا انا مش شايف والله. انا بالعكس، هو بس يمكن ده مسمى البطولات. لكن احنا لو بنتكلم انا مش شايف اي اختلاف تمام في اي شيء ما شاء الله يعني. بالزبط. دي عامله انجازات ما شاء الله كبيره جدا اكتر من اي حد يعني. بسم الله ما شاء الله، بطله. طبعا. وليه يا حنين لازم اتكلم معاكي عن بطوله العالم الاخيره؟ بطوله العالم دي كانت في البرتغال، بالظبط في لشبونه، واحنا سافرناها وكان معانا رئيس البعثه كابتن عمرو شمس، تمام، وكابتن نهى، ده شكر خاص لكابتن نهى وكابتن عمر النجدي وكابتن محمود. دول كانوا احسن كباتن بجد. ليه بقى؟ وعشان محترمين كويسين معانا، متفاهمين معاكي، عارفين ازاي يريحوك في كل شيء. بالظبط، ده مهم قوي. طب كلميني عن البطوله بقى والفعاليات بتاعتها، كانت عامله ازاي؟ كانت صعبه، كانت سهله؟ ازاي استعديتي ليها؟ البطوله لما بنروح البطوله مش لازم نبقى متوترين، احنا كنا ريلاكس خالص. انا كنت بنام وبقوم وبصحى وبنزل. أيوة بقى. كل حاجه. ايوه. البطوله كانت شديده. كانت قويه. بس انا عاوزه اقول نقطه. ايه بقى؟ ان البطوله احنا لسه للبارة ما تعرفتش قوي، لكن البطولات اللي جايه هيبقى فيها ايفنتات اصعب وايفنتات اكتر واعداد اكتر لانها لسه ما تعرفتش قوي. يعني احنا كنا انا وبنت ومعانا زمايلي كانوا بيلعبوا في نفس الايفنت. ان شاء الله البطوله الجايه هيبقى البنات لوحدهم في عدد اكبر ان شاء الله. بس كانت بالنسبه لك يعني شايفه ان كان في صعوبه ولا كانت برضو لا انت متمكنه قوي فانت عارفه ان انت ضامنه ان شاء الله المكسب وهجيبي ميداليه؟ هو الارض كانت وحشه جدا، لكن رغم ان الارض وحشه احنا حققنا حاجه الحمد لله. بتفرق معاك الارض بشكل كبير. دي بصي ما شاء الله يعني، دي ميداليات كلها، دي الجوائز كلها اللي انت احرزتيها واخدتيها. يعني ما تعرفيش كم قد ايه مثلا كده ولا ما بعدش يا جيمي؟ يعني كتير؟ لا انا ما بعدش. كتير ما شاء الله. يعني انت ايه، خلاص جبت المركز الاول، المركز الثاني، خلاص جبنا البطوله ومش فارقه بقى، نركز في اللي بعديها. ان شاء الله. صح كده؟ اللي جاي احسن وبطولات اكتر، وعندي بطوله في شهر 11 سباحه. طب كلميني بمناسبه الميداليات اللي كانت معانا على الهواء دلوقتي، اللي هي دلوقتي قدامنا على الترابيزه، قولي لي دي جوائز ايه والكاس ده بتاع ايه؟ الكاس ده الميداليات اللي قدام حضرتك، تمام. كنت انا اخر بطوله الكاس واخداه علشان اللي هيجيب 5 ذهب و2 فضه هو اللي هياخد كاس احسن سباح او سباح. ما شاء الله. فانا الحمد لله عملت حاجه حلوه وارقام كويسه، وان شاء الله ارقامي تقل عن كده اكتر، كل ما تقل كل ما يبقى رقم كده. التصنيف بتاعك بيعلى يعني. طيب هايل جدا. وتكسري الارقام اللي دي اخر بطوله في البرتغال اللي هي بطوله العالم اللي في النص دي. اللي هي دي متهيألي من اهم الميداليات بالنسبه لك، صح؟ طبعا دي حاجه كبيره كده بالنسبه لي.
يكفيني اللي انا سافرت وعملت مجهود. يكفيك ان انت شرفتينا كلنا وشرفتي مصر. شكرا بجد والله يا حنين. طب كلمنا يا كابتن كده عن البطولات دي وبالاخص بطوله العالم، يعني هل ده في التخصص اللي حضرتك بتدربه ليها ولا هم الايفنتين اللي هو الجري والرمايه؟ احنا بداوا دي اول بطوله رسميه للبارالمبي. تمام. فبداوا بالليزر ران اللي هو الجري والرمايه. تمام. فاحنا قبل البطوله عملنا طبعا تصفيات للعيبه اللي عندنا بتوع المنتخب القومي، وطلعنا منهم 7 لعيبه من ضمنهم حنين، ورحنا اشتركنا في البطوله. فعلا زي ما حنين قالت الارضيه بتاعت الملعب كانت صعبه شويه. تمام. بس احنا اتفقنا ان احنا انا بتعامل معاهم، هم اصحابي واخواتي، فاحنا ما عندناش حاجه صعبه. وفعلا رحنا قبلها بيومين لدرجه ان المنتخبات الثانيه كانت بتستاذننا ان هي تيجي تتمرن معانا، لان احنا في الخماسي احنا من احسن المنتخبات في العالم. طب الحمد لله. يعني يا كابتن بتتعامل معاهم بشكل يعني رياضي ونفسي بشكل كبير، يعني عشان خاطر تهيئهم. احنا طب ازاي بتستعدوا بقى للبطولات الكبيره بالشكل ده وبالحجم ده كمان؟ بنعسكر قبلها، بنكثف التمارين، وبنبدا نشوف احنا يعني ايه النقط اللي عندنا اللي هنبدا نشتغل عليها، اللي فيها شويه مشاكل بنبدا نتمرن عليها. الضعف والقوه بالظبط كده. وبنبدا نمرن اللاعب عليها، يعني في منتال كده بنقعد نتكلم مع اللعيبه جزء من التمرينه. تمام. وبعدين هم متفاهمين، هم كمان لعيبه مروحين جدا جدا وعايزين يبقوا حاجه، فاللي بيبقى عايز يبقى حاجه وبيتعب اكيد يعني بيوصل لها. بيوصل لها. طب انت شايف ايه بالنسبه لحنين وبرده لبعض اللاعبين زمايلها، يعني شايفهم فين في المستقبل؟ انا زي ما قلت لحضرتك من شويه ان احنا اصغر تقريبا اصغر بالزبط. منتخب راح شارك في البطوله. احنا ان شاء الله باذن الله لما البارالمبي ينزل الاولمبيات ان شاء الله باذن الله مصر هيكون لها بديلة باذن الله في البارالمبي باذن الله ان شاء الله. جامدين احنا. لا احنا اجمد منتخب في العالم. اجمد منتخب خماسي في العالم. عندنا الموهبه وعندنا الاراده والعزيمه، دي حاجه يعني لوحدها. حضرتك بيصحوا الفجر يخلص سباحته ويطلع على دراسته، وبعد كده يرجع يتمرن جري ورمايه، ويخلص يروح شيش. يوم مرهق وصعب شويه. يعني اللي بيلعب لعبه واحده بس اذا كان سباحه او جري بيبقى مجهد وتعبان. هم 4 5 لعبه بالظبط كده.